السبب اللي رفع القضيه عليه الاستاذ محمود، اولا هذه الحركه ليس لها شكل قانوني. احنا رافع قضيه بحظر الانشطه. اولا هم بيقول لك نطعن، ما حدش هيطعن. مين يطعن؟ صفته ايه؟ هو مين ده اللي هيطعن؟ هو في كيان قانوني عشان انا اقول انا من 6 ابريل اطعن؟ هو طب هو في كيان قانوني عشان اطلع من اجل حكم قضائي؟ ما انا حظرت حظرت الانشطه الغير قانونيه لانه لا توجد كيان قانوني حظرنا انشطه هذه الحركه. زي ان شاء الله ما هناخد حظر انشطه تحالف دعم الشرعيه اللي بيعملوه اللي بتوع الاخوان. ان شاء الله رفعنا القضيه النهارده بحظر انشطه تحالف دعم يعني الشرعيه. يعني انت السبب انه واعتباره جماعه ارهابيه، انه هذا ان 6 ابريل ليست كيان قانوني فقط. لازم عايزين نعرف ايراداتك فين، مصروفاتك منين، بتصرفها فين. لما رفعنا قضيه برضه على جماعه الاخوان لعدم اشهار بس مش الجماعة. من الظلم انك تحط 6 ابريل في كفه والاخوان هم حطوا اللي هم اللي حطوا ايديهم معاهم، مش من الظلم. هم اللي حطوا ايديهم في الجماعه، هم اللي النهارده مش عايزين يهدوا البلد، هم النهارده قاعدين يطعنوا. قانون التظاهر اللي بيطعنوا عليه ده، حتى لو انا معترض عليه، حتى لو انا معترض عليه النهارده، مش هم لوحدهم، هو جاي رئيس كتير بيعرضوا. انا معاك انا معاك، استنى 3 شهور بس في مجلس الشعب جاي، هتعرض كل المراسيم بقوانين اللي يصدرها المستشار عدلي منصور على مجلس النواب القادم، يعدلها او يخليها فاذا لم تعرض تعتبر لاغيه. انا اهدي البلد، نهدي البلد يعني مش قادرين نهدي البلد 6 شهور على ما العجله الانتاج تجري ونشتغل، بدل ما احنا قاعدين نتسلف من هنا ومن هنا ومن هنا. ويعني انا مش قادر اتكلم، يعني السعوديه والكويت والامارات مشكورين، ادولنا 15 مليار بس، قال لك كفايه كده واحنا هنعيش. ده ايراد قناه، ده ايراد السياحه في 8 شهور. النهارده البلد خسرنا 45 مليار في السياحه فقط لا غير في ال3 سنين اللي فاتت. 45 مليار دولار في ال3 سنين الماضيه. طب هل التوقيت صح حمدي بيه انك انت نعمل الوقت ونثير الجدل واقول لك هو اللي هي دي بقى طريقه لتكميم افواه المختلفين سياسيا معي؟ انا بقول لك كل اللي بيتقال بقى عشان ترد. نرجع لقضاء مصر الشامخ. قضاء انا شايف حاجه فيها عوار، قضاء هو اللي بيقول او لا. والحكم عنوان الحقيقه، ولا يجوز التعقيب على احكام القضاء ولا ان انا اعلق عليها. ده القانون. حد هيستأنف؟ لا، ما عندهمش حد يستأنف، انه ما عندهمش شكل قانوني.